بسم الله الرحمن الرحيم. الواحد مش عارف يقول ايه بعد الكابتن الخطيب بصراحه. يعني اسمحوا لي في البدايه ان انا يعني ارحب بحضراتكم كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، السيد المهندس سيف الوزيري رئيس برزنتيشن، الاستاذ محمد يحيى رئيس العضو المنتدب للشركه المتحده للتسويق، الساده اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي المحترمين، السادة زملائي في بنك أبو ظبي الأول في مصر واللجنة التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة، السادة الصحفيين الإعلاميين، كل الحضور والحفل الكريم، أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اليوم التاريخي، اليوم اللي يعني تغمرنا به سعادة كبيرة جدا 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 لوجودنا وفي عقد رعاية وتوقيع عقد رعاية مع النادي الأهلي المصري. النادي الاهلي يعني نادي غني عن التعريف، مش هقدر اقول اي كلام فيه ان احنا نعرف النادي الاهلي وتاريخه وانجازاته وصولاته واكثر من 100 سنه النهارده على ارض مصر. اسمحوا لي في البدايه ان انا ادي نبذه بس عن بنك ابو ظبي الاول مصر او فاب مصر، هو اتولد ازاي. فاب مصر ده ناتج من اندماج بنكين، بنك ابو ظبي الاول في الامارات اللي دخل مصر سنه 75 وكان اول بنك اجنبي يدخل ارض مصر بعد يعني دولة الإمارات العربية المتحدة لما أنشئت، كانت أول مكان دخلوا فيه كان مصر. ثم تطور أداء البنك تحت مسمى بنك أبو ظبي الوطني، واستمر هذا الكلام لحد سنة 20 لما قرر البنك أن هو يتوسع بقوة في السوق المصري استنادا على حاجتين: قوة ومتانة السوق وجاذبيته وشعبيته والإمكانيات اللي موجودة في مصر. أنا مش هتحدث هنا عن العلاقات المصرية الإماراتية زي ما كل الناس عارفاها، دي علاقات تاريخية وعلاقات بتثبت كل يوم يعني مدى جديتها ومدى تواصلها جميعا، فدي سواء من الناحية السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، فكلنا نعلم مدى حب الإمارات لمصر ومدى حب مصر للإمارات. في سنة 20 قررت مجموعة بنك أبو ظبي الأول في الإمارات أن تتوسع بشدة في السوق المصري، وكان في الوقت اللي فيه ازمات، هقول ازمات وبائيه، كان من الكوفيد 19 كان موجود والكورونا، ولكن كان القرار هو لابد ان اتوسع في السوق المصري بشده ولابد ان يكون لنا مكان قوي جدا. تم هذا التوسع، توسع غير نمطي، كان توسع سريع، اولا ثقه في السوق وثقه فيما هو قادم وما هو اتي. تم الاستحواذ على بنك عوده في مصر كان سنة 2020، ثم شرعنا في اندماج بنك أبو ظبي في الإمارات مع كفرع بنك أجنبي مع بنك عودة في مصر، وتمخض هذا وانتهينا من إجراءات الاندماج سواء القانونية أو التنظيمية أو النظامية في شهر أكتوبر الماضي بانتهاء دمج كافة الأنظمة، وتخلق الكيان الجديد اللي هو بنك أبو ظبي الأول في مصر، فهو ناتج اندماج بنكين. احتلينا من بعد هذا الاندماج المركز الرابع الآن من حيث حجم الأصول. النهاردة احنا بنحتفل بالميزانية لشهر 9 الماضي، وحجم أصول البنك النهاردة 188 مليار جنيه، وحطينا في المكانة اللي احنا نبقى رابع أكبر بنك خاص في مصر. القصة مش مكانة ترتيب، هي القصة مكانة احنا عايزين نروح فين للفترة اللي جاية. وكان الاندماج كانت البداية لخلق كيان كبير، والكيان الكبير بيتطلب منه إجراءات كبيرة جدا إن هو يستمر دايما في التطور وفي النماء. احنا هنا في بنك أبو ظبي بنعمل دائما على تعزيز النجاحات مع المؤسسات والهيئات الكبيرة التي تدعمنا وتثقلنا أكثر وأكثر. شعارنا اللي اخترناه من يوم الاندماج كان النجاح بيبني نجاح، ونحن مؤمنين أن النجاح لن يأتي إلا بالتميز. فبدأنا من أول يوم إن احنا نبحث عن الشراكات المتميزة سواء من عملائنا ومدى تميزهم ومدى إخلاصهم ومدى حبهم، وفي نفس الوقت احنا لدينا استراتيجية ومنظومة نريد أن نحققها على المدى القصير والمدى الطويل، وهو انتشار الخدمات المصرفية في مصر، تعزيز الشمول المالي، تقديم خدمات مصرفية وبنكية كبيرة جدا، وأيضا دور استثماري ودور تنموي يعدد ويعزم اقتصاد مصر ويعزز إمكانياتها سواء في المنطقة العربية أو الإقليمية. بنك أبو ظبي الأول في الإمارات هو أكبر بنك في دولة الإمارات وأكبر بنك في المنطقة، ولديه من الأصول تتخطى 300 مليار دولار، واختاروا مصر أنها تكون البيت الثاني زي ما قال الزميل شريف. البيت الثاني معناها مش مجرد تواجد، لا، مجرد تواجد ومجرد دعم ومجرد أن احنا دايما نثري المجتمع الذي نعيش فيه ونحقق فيه التنمية المنشودة. نعلم جميعا أن الرياضة
من الأسواق الواعدة عالميا، وهي تؤثر بشدة في الاقتصاديات، اقتصاديات الدول بصفة عامة، وحجم الاستثمار الرياضي بيتعظم ويزداد. يمكن أنا متابع للنادي الأهلي منذ صغري، وعارف النادي الأهلي بيشتغل إزاي، وبيشتغل بفكر متطور دايما وأبدا، وإزاي بيزود استثماراته وإزاي بيعضدها، مش مجرد كيان اجتماعي رياضي، لا، كيان يستمر ويسعى للنجاح. ومن هنا نعلم جميعا أن لدينا أندية كثيرة في مصر، ولكن النادي الأهلي العريق نادي متميز، عريق بجمهوره، عريق ب يعني إمكانياته، عريق ببطولاته، عريق بمنظومته التي بتتوارثها الأجيال ويتوارثها مجالس الإدارات اللي شفناها على مدار السنين الطويلة، كل يسلم الآخر الراية حتى يستمر في النجاح والتقدم. كان النادي الأهلي بالنسبة لنا هو الاختيار الأمثل والأوضح للبنك. تاريخ كبير، حافل زي ما قلت بالبطولات، نادي القرن، له مكانة مميزة جدا في قلوب الناس، يمكن في كل جماهيره العريضة وفي كل أعضائه. على مدار تاريخه كان مصدر للسعادة والفرحة، مش للأهلاوية بس، لمصر كلها. وكنا دايما بنقول طول ما النادي الأهلي قوي، طول ما مصر ومنتخباتها وناشئينها وكل أنشطتها الرياضية بتفضل قوية على طول. احنا شعرنا زي ما قلت النجاح بيبني نجاح، وكنا دايما نتطلع إلى مثل هذه الشراكات لنساهم في المزيد من النجاحات. نحن رأينا أن احنا لابد أن ندعم النادي الأهلي في جميع المحافل الرياضية والقارية والعالمية، ندعم نجومه، ندعم إنشاءاته، ندعم قوته وقدرته على خلق كيان كبير بتوفير أعلى جودة من الخدمات، سواء لجماهيره أو لأعضائه أو للمصريين جميعا. استراتيجيتنا في البنك تعمل دايما واستمرار على دعم محافظات الاقتصاد وخلق قيمة مضافة من خلال الاستثمار الآمن والمستمر. نحن لدينا أفكار كثيرة لعملاء وأعضاء النادي الأهلي وجماهيره، لدينا أفكار كثيرة، لدينا هدف واحد، هو زي ما قلت أتينا لكي ننمي، لكي نزيد من حجم التنمية في مصر. وعشان التنمية تزيد لابد أن نزيد قاعدة المشاركين. الجهاز المصرفي أو البنوك بصفة عامة ليست مكان للإيداع والسحب، ولكن هي مكان لنشر الأفكار، لتعظيم العائد، لتخليق قيمة مضافة وتنمية حقيقية. والتنمية الحقيقية لن تأتي من وجهة نظرنا ونحن على قناعة بها، لن تأتي من فردة، تأتي من شراكات قوية، ليست الأندية فقط، ولكن احنا نسعى دايما إلى شراكات قوية مع المبدعين. التميز والنجاح يأتي دايما من التميز، ونحن داعمين لكل ما هو متميز. من أسبوع كنا داعمين ل معرض القاهرة للتصميم. معرض القاهرة للتصميم فيه كثير من المواهب الشابة في مصر، هي اللي بتخلق الاقتصاد الإبداعي، والاقتصاد الإبداعي ده اللي بيخلي الدول تحتل مكانة مرموقة في العالم. العالم لا ينظر إلا للمتميز، فنحن دائما نختار المتميز حتى نضع أفكار سويا. نعلم تماما أن النادي الأهلي لديه أفكار وطموحات كبيرة، وإحنا كمان لدينا أفكار وطموحات كبيرة، هو بقاعدته وجماهيريته وشعبيته، وإحنا بالأفكار والتواصل والقدرات التي نستطيع من خلالها أن نخلق هذه الشراكة اللي إن شاء الله هتبقى على الأرض شراكة ناجحة تمتد لأربع سنوات وليست سنة واحدة. ومن معنى ذلك أن هي هيكون لها تخطيط، وهيكون لها مايلستونز، وهيكون لها محطات هنقف فيها لمراجعتها وإزاي نعظم العائد منها الفترة اللي جاية. القيمة المضافة اللي احنا عايزين نضيفها زي ما قلت بتتماشى مع استراتيجيتنا، بتتماشى مع سياسة الدولة ورؤيتها ل2030. القيادة السياسية في الدولة تريد أن تكون مصر في مكانة متميزة، وعشان تكون مصر في مكانة متميزة لازم يعني نستدعي كل المبدعين فيها، في المجال الرياضي، في المجال الاقتصادي، في المجال السياحي، في المجال العلاجي، في المجال التعليمي. لدينا يعني طموح ان احنا نتشارك مع كل الناجحين حتى نحقق نجاح اكبر. لن نستطيع مؤسسة واحدة ان هي تنجح لوحدها، ولن تستطيع اي مؤسسة واحدة انها تحقق اهدافها الا لما يكون الاهداف كلها مجتمعة مع بعض. والبداية ان شاء الله تكون بالنادي الاهلي، النادي الكبير، ليس مجرد رياضيا ولكنه نادي استثماري. كابتن محمود اتكلم عن الميزانية اللي اتطورت واصبحت الى تتنمت الى ارقام، ولكننا نعلم جميعا ان احنا ان شاء الله ننميها اكتر، نكتسب استثمارات اكتر، واثقين بالافكار اللي موجوده في مجلس الاداره، وواثقين بالافكار اللي موجوده ان شاء الله عندنا لمزيد من التنميه والتطور باذن الله الفتره القادمه، وتكون بدايه حقيقيه ليست مجرد تسويق ورعايه ودعم مالي، ولكن نحن نؤمن بالدعم الفكري ودعم الافكار وتنميتها اكثر ما يكون بالدعم المالي. تمنياتي بالتوفيق لبنك ابو ظبي الاول في مصر وفريق العمل معي، تمنياتي بكل توفيق ورقي وتقدم للنادي الاهلي العريق اللي هيفضل متقدم وهيفضل دائما في الرياده.
ودي مش حاجة جديدة على النادي الأهلي ولا مجالس إدارته المتعاقبة، ونتمنى إن شاء الله التوفيق وأن تكون بداية ناجحة لشراكة تتعاظم سنويا وتتعاظم نتائجها، ونحتفل إن شاء الله كل سنة بما حققناه من نتائج ورقي وتقدم اللي هينعكس على أرقامنا وهينعكس على مجتمعنا اللي احنا موجودين فيه. بنك كبير مع نادي كبير، مؤسسة كبيرة، أعتقد إن احنا إن شاء الله هنحقق نجاحات. النجاحات دي سيشهد لها ليس بس السوق المحلي في مصر، ولكن إن شاء الله عربيا وعالميا. تمنياتي لحضراتكم بيوم سعيد، وتمنياتي بالنجاح لمجلس إدارة النادي الأهلي وجماهيره وأعضائه وكل محبيه، وأشكركم شكرا جزيلا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة شفنا الأستاذ محمد عباس الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي الأول، كان سعيد جدا لهذه الشراكة مع النادي الأهلي وارتباط اسم البنك بالنادي الأهلي خلال الفترة أو خلال الأربع سنوات القادمة، وأن هذه الشراكة هي شراكة فارقة جدا في مسيرة البنك المحلية والعربية والدولية. والراجل الحقيقة أكد أن القاسي والداني يعلم تاريخ النادي الأهلي، إذن فإن هذه الشراكة للبنك كانت مهمة جدا، وتطرق أيضا للعلاقات المصرية الإماراتية التي تتميز بالأصالة والعراقة والقوة، وده اللي هيكون حاضر في شراكة النادي الأهلي مع بنك أبو ظبي الأول مصر. وكشف سر الشراكة وهو وصولهم للقمة، وده مش هيجي إلا من خلال التعاقد مع الأول دائما في كل شيء، إذن يجب أن يكون التعاقد مع النادي الأهلي. وقال أن ميزانية النادي الأهلي التاريخية تعزز سبل الشراكة والمساعدة في الوصول لهدفهم في البنك. الحقيقة عظمة وافتخار بكل ما هو يرتبط بالنادي الأهلي. شفنا النهاردة هذا المؤتمر للأسبوع الثاني على التوالي بيتم الإعلان عن شراكة جديدة وراعي جديد للنادي الأهلي من خلال الراعي الأول أو شراكة استراتيجية مع اتصالات مصر، كان منذ أسبوع. النهاردة بيتم الإعلان عن بنك أبو ظبي الأول مصر وشريك رئيسي أو البنك الرئيسي للنادي الأهلي خلال الأربع سنوات القادمة. الحقيقة منتهى الفخر والاعتزاز بالانتماء لكيان كبير زي النادي الأهلي.